للوقوف على أزمة إقليم كرباخ والخروقات المستمرة والاتفاق وقف إطلاق النار بين المتصارعين وموقف تركيا من الصراع، ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول الكاتب والمحلل السياسي التركي الأستاذ يوسف كاتب أوغلو. أستاذ يوسف، بداية مرحبا بك. ما الذي أشعل الأمور مرة أخرى أستاذ يوسف؟ مساء الخير، تحياتي لكم والسادة المشاهدين. الذي أشعل الأمور مرة أخرى هو الغدر الأرميني، والذي يعتبره بيدق بأيدي قوات أو دول أخرى ثالثة تريد أن تشعل هذه المنطقة مرة أخرى. أرمينيا عندما وقعت الاتفاق بعد الحرب عام 2021 مع أذربيجان، وقعت مضطرة لأنها كانت منيت بهزيمة كبيرة جدا، وتم التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار. الآن هناك اعتداء صارخ ليلة الثلاثاء الماضي أسفر عن استشهاد 72 جنديا من الجنود الأذريين على الحدود الأذربيجانية الأرمنية، وأرمينيا بكل صفاقة تكذب إعلاميا وتتهم أذربيجان بالاعتداء عليها، بينما أرمينيا هي التي خلقت وقف إطلاق النار وقامت بالهجوم من الحدود الشمالية التي تعتبر حدود دولية وهي ليس لها علاقة بإقليم كاراباخ. واضح تماما بأن هنالك من يريد أن يشعل هذه المنطقة مرة أخرى لحرب إقليمية تستعر وتمتد، بالإضافة إلى الحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا. الآن الحرب أو العودة إلى الحرب العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان، وأيضا تحرشات اليونان بتركيا ينم على أن هنالك أمر مخطط لهذه المنطقة، والمستهدف هو تركيا، وتركيا لن تسمح بذلك. نعم، أكثر من مرة تتوسط روسيا لوقف إطلاق النار ولكن تفشل هذه الوساطة. ما هي الضمانات المتاحة الآن لضمان وقف إطلاق النار بشكل جدي؟ يا سيدي، لا يمكن أن يكون هنالك وقف إطلاق النار إلا إذا كنت قويا، وبالتالي موقف تركيا كان واضحا، الموقف الروسي موقف ضبابي، وبالتالي روسيا مشغولة بحربها والاستنزاف المستمر على الأراضي الأوكرانية. أما تركيا فكان موقفها واضحا بأنها هي مع الطرف الأذربيجاني لأنه هو المعتدى عليه، وأرمينيا تسوق كذبا وزورا وبهتانا معلومات مضللة بأنها هي التي يتم الاعتداء عليها. لذلك وقف إطلاق النار هو مناط بالتزام الطرف المعتدي ألا وهي أرمينيا على الطرف المعتدى عليه ألا وهي أذربيجان. طيب، كيف ترى الموقف التركي من الأزمة المفتعلة على الحدود الأذرية الأرمينية؟ يا الموقف التركي عبر عنه كل من وزير الخارجية التركي مولود تشاوشأوغلو ووزير الدفاع التركي هولوسي أكار، وبالأمس أعلن الرئيس أردوغان على أن على أرمينيا أن تلتزم بالاتفاقات التي هي وقعت وهو وقف إطلاق النار، وألا تكون هي خديعة أو لعبة بأيدي من يريد إشعال الحرب في هذه المنطقة، وعليها أن تكون هي عامل بناء للأمن والاستقرار. عكس ذلك فهي ستدفع ثمنا غاليا، وبالتالي ليس من مصلحة أرمينيا ولا أي دول أخرى يتم التغرير بها وهي كناية عن اليونان أن تنضم إلى أو تدخل حروبا هي خاسرة فيها في ظل الأوضاع الراهنة. هل يمكن أن تكون أنقرة طرفا وسيطا لحل الأزمة؟ بكل تأكيد، ولقاءات اليوم في خماسية شنغهاي في سمرقند كان لقاء مثمرا، ومن أهم المواضيع التي تم تداولها مع الرئيس بوتين والرؤساء الآخرين هو هذا الملف. يجب احتواء الأزمة، عدم تدخل أطراف ثالثة، ويجب وقف إطلاق النار بأسرع وقت ممكن، والالتزام بما تم التوقيع عليه سابقا، وأن يكون هنالك فتح قنوات للحوار وحل الأزمة دبلوماسيا وسياسيا. كيف ترى مخرجات مجلس الأمن اليوم؟ هل يمكن أن يكون هناك ترسيم للحدود ينهي الأزمة التي امتدت أو الصراع الذي امتد على مدى ربما نحو 20 عاما؟ يجب أن يكون هناك التزام بما يتم التوافق عليه من قرارات دولية، ولكن هذا لا يكفي، يجب أن يكون هنالك معاقبة المعتدي ألا وهي القوات الأرمنية التي هي مسؤولة عن ارتكاب مجازر حرب ترتقي إلى مجازر حرب، وبالتالي إذا لم تنسحب القوات الأرمنية
أو لم تلتزم تتعهد بإيقاف الاعتداءات المستفزة والهجمات، فسيكون هنالك ما يسمى حق الرد وفق قانون الأمم المتحدة المباشر، وهذا لن يؤدي إلى نتائج إيجابية. يجب التعهد بوقف إطلاق النار، هذا أولا. ثانيا، المجتمع الدولي عليه مسؤولية كبرى، عدم التأجيج. هنالك من يريد أن يؤجج المنطقة سواء دبلوماسيا أو عسكريا أو حتى بالسلاح. نرى أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي وإعطائها لأرمينيا أو الإعلان عن هذه الزيارة لأرمينيا والدعم السياسي والدبلوماسي لأرمينيا من بعض الدول بصفة مباشرة أو غير مباشرة كفرنسا وروسيا، هذا لن يخدم المنطقة بشيء. ونحن نعيش الآن زمن التحالفات، وربما هنالك من يريد أن يؤجج هذه المنطقة لحرب قادمة. عبر سكايب من اسطنبول الكاتب والمحلل السياسي التركي الأستاذ يوسف كاتب أوغلو، شكرا جزيلا لك. شكرا، تحياتي.